السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مغرب نيوز مباشرة من مدينة المحمدية، بالضبط النواحي ديال سيدي موسى المجدوب وسيدي موسى بن علي، ولاد مؤمن، ياك هذا هو اسم الحوار، ولاد مؤمن. حالة إنسانية، طفل يعيش الإعاقة في قدمين ديالو، هو تلميذ في أحد المدارس، يعني كيلقى واحد الصعوبة على أنه يتنقل من المنزل ديالهم إلى المدرسة. الاسباب والمرض وكيفاش والحاله العائليه ديالهم غنخليو السيده الام اللي غادا تتكلم على هذه الحاله اللي كيعيشوها. معك الميكروفون لالا، السميه ديالك. السلام عليكم، معكم سعديه، قلت لك النيه ديالي. ماشي مشكله سميه. سعديه من ولاد مؤمن، دوار ولاد مؤمن، اقليم سيدي موسى بن علي المجدوب. انا خوتي المغاربه بغيت نطلبكم على ولدي ريان. قول لنا بعد الحاله ديال الدري شنو اللي عنده. ولدي عنده مشكل نيت زاد. نيت زاد، هو عنده هذا المشكل في رجلاته. ملي كان الاب ديالو حي الله يرحمه سكيرا مات. تورينا الرجل ديال الولد شنو فيها. ما دايرين، ما مقادينش، عنده المشكله هنا. فين دار شي عمليه وقيله؟ دارها ليه بطه الله يرحمه مات. انت ارمله؟ انا ارمله. ونتي دابا ارمله، شكون المعيد ديالكم هنا في الدار؟ الله سبحانه وتعالى هو واحد الاخ ديالي. دابا انت خدامه كتخدم؟ لا ما خدامش. وكيفاش كيفاش من سولتي قلتي انت والاخ؟ غير لا ما مسكنش معايا اخويا، ساكنه غير وليداتي انا وبنيه وليد. وقلت لك اللي كيموني وكيعاونني هو اخ ديالي، يعني متزوج وعنده وليدات، ساكنه مع الوالده. ما يمكنش غادي مسكيني باش يدير لي هاد العمليه لولدي. هاد العمليه شحال كطلب؟ ملي سولت كيقولوا لي حتى الخمسه سته. خمسه سته المليون. وبالنسبه كنتي قلتي على شي صباط ولا ما عرفتش؟ قالوا لي في الاول ملي كان الاب ديالو ودرت ملي دار لي العمليه خرجوا لي صنداله كدير 50,000، من بعد قالوا لي ديري لي صباط. صباط كيدير 60,000، كيبقى يستعملوا واحد الرجلين كيكبروا هو كيتبدل لي هذاك الصباط. كيتبدل حسب النوامر. على النوامر. انا ما قدرتش عاد على داك الترويض ديالو ما قدرتش عليه. شحال دابا من عام هو؟ شحال من نيت زاد؟ دابا هو عنده 7 سنين. كيقرا دابا عنده في الثاني. كيقرا عنده الثاني وما كيقدرش يمشي في الطريق، ما كي ولاو كيضروه. المدرسه قريبه ولا بعيده؟ بعيده في الدوره ديال الساكه. فين كنشوف الساكه؟ تحت تما، هذيك بعيده عليه. ما كيقدرش يتمشى، هذاك علاش كنديه للمدرسه وكنجيبو. كيقدرش يمشي على رجليه بزاف، ولا كيعيا ليا في الطريق بزاف، وما قدرش نبقى نتبني. تبعت ليه عند الطبيب قالوا لي خصك ضروري ديري لي عمليه. ضروري من العمليه؟ ضروري من العمليه باش تقاد. قلتي تقريبا حتى 5 مليون. انا ما قدرتش عليها. من غير هاد العمليه ممكن انه يستعمل الصباط، ولكن تا هو غالي. تا هو غالي، تا الصباط جاني غالي. واخا، وشنو كطلبي من خوتك المغاربه؟ اللي كنطلب منهم، انا ما بغيت منهم حتى شي حاجه، بغيتهم غير يتبعوا لي الحصه ديال ولدي صافي. كيفاش الحصه؟ يتبعوا لي مع ولدي في الطبيب. في الطبيب؟ والعمليه؟ العمليه صافي، هادشي اللي كنطلب. حيت ولدي ما حد هو مسكين، هو كيضر. دابا عنده 7 سنين. دابا ملي تزاد هو خلقه بحال. تزاد هكا. رجلو كانت مجموعه. كانت مجموعه ملي درت لي العمليه شويه تسرحات لي، ولكن ما بقيناش متبعين لي، حبست. الامكانيات قليله. صافي، ملي توفى باه كان نعس لي في السبيطار، هو كنت بقى عايت مع باه صافي. ما قدرتش على هاد، وانا ما خدامه ما والو، ما خلاش لي المرحوم حتى زعما شي خلصه ولا شي حاجه، ما عنديش. عندي من غير الله سبحانه وتعالى. الزوج ديالك ما كانش خدام في شي شركه؟ لا خدام مويا ومم. صافي، ما خلى لي حتى شي حاجه. الله يرحمه. امين يا ربي. وهذا العمليه واش غدار في سبيطار المخزن؟ في غدار العمليه؟ ما عرفتش، انا من الاول درناها لي في كلينيك. ملي كان باه، الطبيب ديالو اللي كنت متبع عليه عنده، هو اللي دار لي العمليه في الدار البيضاء في شارع زرقطون. تما كنت متبع عليه. واخا ممكن توقفي الدري نشوفوا الرجلين ديالو كيفاش دايرين. وقف ريان. كما كتلاحظوا معنا الرجلين ديال الدري مسكين. هنا مسكين ما كيتزادش من راه حوايج. مسكين ضعيف من بزاف. رجلين من التحت منفوخين. ومن الفوق ضعيفين. المشكله ديال الرجلين دابا بحال ما هكا كيبقاو، يعني ما كيقدرش يورك عليه، ما كيقدرش يبقى واقف. لا، حتى الصباط ما كيلبسش صنداله من غير راس برديله.
وكيلبسها مقلوبه. كيفاش مقلوبه؟ كيلبس اليسري في اليمنيه واليمنيه في اليسري. ضروري خصو يلبسها ضروري، ما كي السبرديله ديما كيلبسها هكا. ما يقدرش يلبس اليمنيه. لا والطبيب كيقول لي ديما لبسيه ديما ديري ملي ديما اليسري في اليمنيه واليمنيه في اليسري. عندك هاد الوليد؟ عندي وعندي بنيه. بنيه ما عندها حتى مشكل؟ لا ما عندها الحمد لله حتى مشكل. الحمد لله. صافي بابا سير قلت لي بابا. سير لي فقدك سبتها. عافاك بسمي. اعزائنا المشاهدين كيف ما كتلاحظوا على ان السيده السعديه توجهت لكم بهذا النداء وبهذا الطلب على اساس ان خوتنا المغاربه خوتها المغاربه المحسنين الكرماء او حتى المسؤولين شي واحد من الوزاره ديال الصحه شي واحد مثلا اللي عنده يعني امكانيه لانه يوفر لهاد الناس هادو لهاد الدري هذا الطفل اللي ما بغيناش يضيع في الحياه ديالو ما بغيناش يضيع في الدراسه ديالو بغيناه حتى هو يكون بحال جميع الاطفال اللي ما عندهم حتى مشكل يقدر يمشي للمدرسه بوحدو يقدر يتحرك يقدر يلعب يقدر يمارس الطفوله ديالو كيف ما كيمارسوا جميع الاطفال نتمنوا فعلا صادقين على ان الطلب ديال السيده السعديه الارمله اللي لا معيل لها سوى الاخ ديالها اللي كيعاونها مره مره بحكم انه حتى هو عنده اسرته وعنده مشاغل ديالو وعنده الحياه ديالو ولكن الدم والخاوه كتدفعوا على انه يجي على نفسه شويه ويجي على وليداته ويعاون الاخت ديالو كما سمعتوا السيده السعديه ما خداماش وما عندهاش شي معيل الا الله سبحانه وتعالى وحاليا انتم اللي كتشوفوا هذا النداء نتمناو صادقين من عند الله سبحانه وتعالى على ان النداء ديالها يلقى الاستجابه والى هنا اقول لكم شكرا لكم على المتابعه والى اللقاء في ضيف اخر والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.